نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله ونصلي ونسلم على معلمنا ومرشدنا وإمامنا الذي وضع لنا الموازين وبين لنا القواعد وعرفنا طرق السلامة في جميع شؤوننا وأحوالنا. من الأشياء العجيبة في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم موقفين عجيبين يظهر فيهما كأن تصرف النبي عليه الصلاة والسلام غير متناسب مع قدر هذه الأحد الأحوال أو الحوادث. هناك حادثة كبيرة شديدة خطيرة جدا على بلد على دولة الإسلام كلها، على المدينة المنورة كلها. ما هي؟ لما تحزب الأحزاب، قريش مع قبائل العرب مع اليهود من الداخل مع المنافقين، اتفقوا جميعا على رسول الله فأرادوا أن يستأصلوا النبي والمسلمين في ذلك الوقت، فكونوا جيش هائل جدا ورسول الله ليس معه إلا ثلة. فماذا فعلوا؟ الصحابة جاءوا بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قالوا يا رسول الله اجتمعت الأحزاب وأخذوا يخبرونه. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تغير وما تأثر أبدا، إنما قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حكى الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حكى الله هذا الخبر ونصرهم الله سبحانه وتعالى بعد قصة طويلة التي هي غزوة الأحزاب التي تسمى بالخندق. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد عن أن قال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن حدثت هناك حادثة بسيطة صغيرة في المدينة، أن رجلا من الأنصار تلاحى هو ورجل من المهاجرين، يعني كل واحد طول لسانه على الآخر، فنادى المهاجري يا آل المهاجرين ونادى الأنصار يا آل الأنصار، واجتمع رجال من هؤلاء ورجال من هؤلاء فبدأ يحصل لغط، فبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس وقال ادعوا الله قولوا حسبنا الله، لا، قام مسرعا يجر رداءه خرج يجري حتى جاء إليهم، فلما رآهم قال أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة، وغضب صلى الله عليه وسلم وخاف على أمته. هنا نعرف الميزان، أن رسولنا هو معلمنا، تعلمنا من هذين الموقفين المختلفين أن لا نهاب الصراعات العظيمة، لا نهاب الدول التي تسمى بالكبرى، لا نهاب الأسلحة، لا نهاب تحزب العالم علينا فإنهم لا يستطيعوا أن ينتصروا. المصيبة الكبيرة في أنفسنا، لو أننا اختلفنا فإن الشيطان علم أن هذه الأمة لا ينتصر عليها من خارجها، إنما يؤثر فيها التحريش بينها، فاشتغل بهذه المهمة مهمة التحريش، فرسول الله صلى الله عليه وسلم طفأها في زمانه، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. لكن نحن الآن في أزمان يكثر فيه هذا التحريش بين الأفراد بين الشعوب بين القبائل بين الأجناس بين الطوائف بين كل أصناف البشر. العقلاء هم الذين يتعلمون من معلمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يردنا إلى سنته وإلى هديه وإلى طريقته وشرعته وشريعته، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب بذكرها القلب.